أنا إذا سمحت لي فخامة الرئيس الحديث شيق معك، بإمكاننا يعني إضافة مزيد من الوقت. أنا ما عنديش مشكلة، وهذا شرف لي، وبالطبع الحضور أيضا يودون الاستماع منك أكثر. أود الحديث عن يعني مبدأ الشفافية، أنت ربما تتصل حتى في برنامج يحظى بمتابعة من كافة شرائح المجتمع، توجه مسؤول، تتحدث عن ميزانيات، عن أرقام بشكل دقيق. هذه الشفافية إلى أي درجة بالفعل تصل إلى الشارع المصري، تطمن الشارع المصري من هذه التحديات ولعل الأخيرة المتعلقة بالاقتصاد فخامة الرئيس؟ طيب أنا عايز أقول لك إيه، إن الشكل ده من التواصل على مدى الفترة دي كلها فيصل شكلت، مش فكرة إن هو حالة وعي زادت ودي زادت، لكن أنا عايز أقول في حالة من الثقة تولدت بين الشعب المصري وبين الحكومة والقيادة ومعايا شخصيا. وأنا عايز أقول لك برضو في السلبانية اتكلمنا فيها، اللي بيتعمل دلوقتي بقاله 8 شهور أو سنة هو محاولة للعبث في الحتة دي، في المساحة دي، مساحة الثقة. مساحة إيه؟ الثقة. الثقة اللي موجودة من الكذب والافتراء والادعاءات وحاجات أخرى كتير. أنا عايز أقول لك ده بيتعمل دلوقتي ليه؟ لأن هو طب فين الكتلة الصلبة اللي موجودة في الدولة المصرية؟ هي الحكومة والقيادة. طب نعمل إيه بقى؟ ما هو الإرهاب ما ينفعش يا فيصل. الإرهاب في مصر فشل والحمد لله رب العالمين خلصنا منه، أصبح من دفعنا ثمن كبير، دم أبنائنا وشعبنا يعني، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى عدى. طب هم هيسيبونا كده؟ لا. فالنهاردة بيتم العبث في المساحة اللي بين القيادة وبين الناس عشان يعملوا فيها خلخلة.